السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وتكونوا متهنيين، والفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير. واليوم رايحين نخدموا غطاء للجفنة ولا اي حاجة عندك اللي رايحين نحافظوا بها، مثلا للجفنة كي تحطي الطعام تاعك ولا تحطي ولا الرخساس ولا اي حاجة تحطيها في الجفنة تاعك رايحين نغطيوها بها، راح يجي غطاء هايل هايل بزاف. واش نحتاجوا؟ نحتاجوا هذا البييرة ويدير قلت لكم 3 للمترة، ونحتاج قماش دراوات عادي، خيروا القماش اللي يكون شباب ما يكونش فيه ورد وما يكونش فيه هكذا صوالح، حاجة عادية قادرة تكون تصيب. هنا قلت لكم راني شريت مترة تاع القماش، المترة تاعو دير 20000، وراح نقول لكم شحال تخرج لكم المترة، شحال تخرج لكم من غطاء. هنايا طوينا، هذه هي العرض تاع المترة تاعنا، هذه هي العرض تاعها. طويت المترة كيما هكذا على زوج، وراح نعطيكم العبر. بعد ما طويتو كيما هكذا رايح نجيب هذه الجهة، شوفوا من راح نقيس، راح نقيس منا هنا، نحط المترة تاعي هنا ونقيس، رايح ندير 50، شوفوا كيف 50 راهي جاتني هنا، رايح نحكم نكالكي بالقلم ولا بستيلو، ونعاود نزيد، نعاود ندور المترة تاعي غير كيما هكذا، ونزيد نقيس باش يجيني كامل قد بعضها، ونزيد لهنا ونزيد ثانيك، ونزيد ندور غير المترة تاعي غير منا هنا 50 كامل، ندور عليها كامل 50 50 كامل باش تخرج لنا شكل دائري، ونرجع لكم. هنا بعد ما دورت كامل عليها راح نزيد نحكمها هكذا بس بالقلم هكذا، غير شويه، ومن بعد نجيب المقص تاعي ونقطعها كامل. بسم الله، رايحين نتحصلوا على هذا الشكل الدائري، شوفوا كيفاش، ها هو الشكل الدائري تاعنا كي نفتحوه راح نتحصلوا قلت لكم على الشكل الدائري تاعو، شوفوا كيفاش جايه شكل دائري، جاي شكل دائري. هذا اللي رايحين نديروه الجفنه كبيره. واش نديروا البنات؟ رايحين نجيبوا، رايحين نجيبوا هذا البيي، رايحين نفتحوه كيما هكذا، شوفوا كيفاه نفتحوه كيما هكذا، ونخيطوه كامل على الدورة تاعنا كامل، ومن بعد نعاودو نقلبوه هكذا ونخيطوه منا، ونخلوه هذيك الفتحة في الوسط، يعني نخلولو فتحة باش ندخلو لاستيك تاعنا. دوك نروحو للماشينة ونوري لكم كيفاش رايحين نخيطوه. نقلب القماش كيما هكذا، شوفوا كيفاه نقلبوه هكذا، الوجه نتاعو راح يكون لتحت، ونجيب البي تاعي راح نطويه بواحد سنتيم كيما هكذا، ونفتحو ونحطو مع القماش الحاشيه تاع القماش كيما هكذا، ونخيطو، ندور كامل الدوره تاع نتاع القطعه تاعي كامل،
نلحق للحاشيه تاع البي تاعي، نزيد نفوت بواحد سنتيم ونقطع البي تاعي لهنا، ورايحه نفتح البي كامل، نفتحه ونطويه على بعضه ونخيطه. شوفوا كيفاه، راح نفتح كيما هكذا ونطوي البي تاعي هكذا، ونحط القطعه اللي فوتناها يعني فوق منها بواحد سنتيم، نعود نخيطها ونخيطو كيما هكذا. منا شوفو، ومن بعد نقلب القماش على وجهه ونطوي هذاك البي هذاك من فوق، ونتبعو غير بالعقل حتى نكملو كامل. هكذا ندور معاه كامل حتى نلحق بعد ما درت عليها كامل. راح نخلي هذيك الفتحه، يعني فتحه غير تجي غير من هنايا، فتحه صغيره، ونجيب بلاستيك ونجيب مساك عادي اللي نستخدموه في بزاف صوالح، ومن بعد ندخل لاستيك نتاعي لهنا في القطعه تاع البي هذيك. هنا كي لحقت قريب للفتحه، شوفوا كيفاه، راح نخرجها ثاني كملنا، راح نخرج لاستيك تاعي منا. ونشوف الحجم تاع الدوره تاعي شحال عتدي لي لاستيك. مانيش راح نديرو مزير بزاف، ومانيش راح نديرو مرخي بزاف، يعني يكون هكذا رايح يكفيني. دركا واش ندير له، رايح نخيط اللاستيك تاعي هذا، نخيطه مع بعضه هكذا ونعاود نرجع لكم. بعد ما خيط اللاستيك رايح نزيد نخيط هذيك الفتحه. بعد ما دخلت اللاستيك منها خيطته وخليته دخل هنايا، رايح نخيط هذه الفتحه ثاني كيما هكذا. والغطاء نتاعنا راهو جاهز، والغلاف تاع الجفنه تاعنا رانا كملناه. شوفوا كيفاه جا هذا الغلاف الكبير اللي درناه 50. رايح نوري لكم الغلاف الزاوج اللي درته فيه 38 سنتيم. شوفوا رايح نديره هنا في هذا الجفنه، شوفوا كيفاه يجي جا، يعني كبير عليها بصح يجي. والله غير يحافظ لكم كي ديروا طعام، ديروا الكسره ولا الرخساس كيما نقولوا، بزاف صوالح راح يحافظ لكم، سورتو في العراس في المناسبات قلت لكم في الافراح وكامل،
يعني تغطيه وطيبه وطعامه كامل. شوفوا كيفاش راح يجي، شوفوا كيفاه. هذا درته في الجفنة الكبيرة. شوفوا كيفاه جا، وثانيك درت قياس صغير، خرجت لي خرجوا لي زوج منهم، زوج القياس تاعو 27، القياس تاعو 27، يعني درت منه زوج، وواحد درتو 38 والكبير فيه 50. شوفوا كيفاه جا ثانيك، يكون عندك قاطو ما عندكش الغطيوة تاعو تاع الباط، يعني تاع الباط تاع هذا الباسينه، ما تكونش عندك غطيوة راح تغطي بيها. هذا القياس تاع 27 سنتيم، خرجوا زوج. هذا القياس يعني جات لي الباسينه، وثانيك في نفس الوقت جاتني لهذا الجفنه الصغيره. شوفوا كيف جات، رايحه تعطيك منظر، وفي نفس الوقت رايحه تحافظ لك على اي حاجه حبيتي تغلي يعني تغطي بيها. شوفوا كيفاه جا، جا هايل. ومام الخياطه تاعو ثانيك جات شابه بزاف. لهنا رايحين نرجعوا للسلعه تاع القماش تاعنا، يعني السلعه كامله. لهنايا جبت ميترا تاع القماش دير 20000، وتسع مترات بي ب 3000 للمتر، جاوني ب 27، وساو 3 مترات تاع لاستيك ب 6000، معناها المجموع كامل جاوني ب 43000. يعني المجموع كامل السلعة تاعنا جاتني ب 43000. رايحين نرجعوا اللي تحوس تديرها كمشروع، نقولها ان شاء الله راح يكون مشروع مربح. لهنايا سعر البيع نتاعهم، رايحين تبيعوا الصغيرة رايحين تبيعوها ب 25000 للوحدة، ولي القياس تاعها هذه اللي قياس تاعها 27، ولي القياس تاعها 38 رايحين تبيعوها ب 35، ولي القياس تاعها 50 سنتيم رايحين تبيعوها ب 40000. ان شاء الله نكون فدتكم، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. على عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا جيم وبارطاجوا، ونخليكم في امان الله، ونتلقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.